كما قال الإخوان كما قال سير البصري ديال التنسيق المشترك بين الاتحاد الشراكي والتقدم الاشتراكية في إطار واحد التحالف استراتيجي سميناه التحالف الديمقراطي بدا من 1997. كانت التجربة الأولى 97-2003 اللي مع الأسف عرفت واحد الانتكاسة وتصدينا لها حنا كاتحاد اشتراكي كذلك نقولوها بكل صراحة وأدينا الثمن ديالها داخلية في الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي. أدى بنا ذلك إلى أن مجموعة من الإخوان اللي كانوا معنا بحال السي عبد الرحمن أبو زيد اضطر إلى تقديم استقالته من المجلس لأنه شاف التوجه أن الرئاسة ديال المجلس سقطت في أحضان السلطة الإقليمية وأصبحت السلطة هي التي تسير المجلس وسقط في أحضان مجموعة من الفاعلين اللي مع الأسف كنا حنا تنوي بهذيك التحالف أننا نقطعوا مع هذوك الممارسات. كذلك عطلنا الأداء ديالنا في هذيك التجربة ودخلنا في صراع مع الرئاسة بالبيانات المضادة اتخذ في حقنا كمناضلين وسعيد ربما ديك الساعة كيف المكتب ديال الاتحاد الشراكي قرار ديال الطرد من الحزب لأننا إذا استمرينا في التعامل واضطرينا نتخذ مواقف من الجانب بما أنه كان صراع فعلا في ظل هذيك التجربة وما عطاتش مع الأسف المبتغى منها بل كانت العكس ديال المنتظر حيث أن كانت عطات واحد الصورة سلبية للعمل ديال الجماعة وكانت ردود فعل يعني سلبية وقوية جدا من طرف الساكنة وكان العقاب في انتخابات 2003 سبتمبر 2003 اللي أدى إلى واحد النوع ديال الفوز نقول الناس دارت صوت عقابي نسبيا وصوت الحزب العدالة والتنمية في 2003 أكثر من أي حزب آخر.